تعطرت المدينة وتحفت بجبتها، فرشت مرقومها ولبست بلغتها. واللي يقصد يقصد دار الخير والبركة، دار أميمة، دار أمي دوجة وسي حميداتو في نهج الباشا، دار الخير والناس الباهية. برا يا زمان ويجا يا زمان، وحكاية مدينتنا ديما عالبال. بابا عزيزي بابا عزيزي صباح الخير، بابا عزيزي بابا عزيزي توحشناك. صباحكم ناير ونهاركم بشاير، والخير علينا وعليكم داير. ميمة ميمة وينك توحشناك؟ هاني هاوني هاني هاوني صباح الخير، تاوين يمكم؟ مشيت يا ميمة، وصلتنا ومشيت تخدم. اي ماني نعرفها، اللطف ديما تزرب. نهار مبروك عليا وعلى سحميداتو، بلا هي جاوبت خانتيب، اش باش نعمل؟ بابا عزيزي بابا عزيزي، وقت اللي احنا جايين لدارك لينا برشا بيبان كبار، تحكي لنا عليهم وتقول لنا شكون بناهم؟ ايا يزيدوشي من الحس وبرا كل واحد يشد بلاصه، انا هالشي هذا ما نجموش، هكا ربيت صغاري يا حميداتو، تي انا كنت من خزرة يفهموني، تكلم بجاه ربي. يا دوجة يا دوجة، تي هما شكونهم؟ تي ماهم كبتك ولاد بنتك، ايا نقص من الغش. صبري لله، اش باش نقول، خليني نقوم نحضر لهم الفطور، تي هما حتى الفطور ما فطروشي. ليه ليه يا ميمة، جبنا معانا سابليتو، داناو، جراندور، كيك، ماما شريتهمنا من المجازة. شنيا شنيا، هاكي لي مازال، أنا الشي هذا ما يدخلش لداري، طرف دقيق في باكو أصفر ما يشبعش حتى قطوس، وكيك ولا سميتوه معمول بزيت الحاكم الله أعلم عليه منين، أصلو فصلو، طرف ماء ملون قالك عصير برتقال. أيا يزيو وقعدوا بحذ عزيزكم عطاو نمشي نحضر لكم صحيفات الدراع، قالوا صبليتو داناو. البيبان اللي سألتوني عليهم يا الأولاد، ناس بكري قالوا ما تدخل الذاكرة للا البيا كان ما تتعدى من هاك البيبان. البيبان هذوكم تبناو قبل أكثر من 8 قرون، وهما في الأصل 20 باب، بقاو منهم كان 5 بيبان شاهدين على تاريخ للا البيا العظيم. منهم باب بحر على خاطرو يفتح على بحيرة تونس، باب جديد، باب الخضرة وين كانوا التجار يبيعوا ويشريوا، باب سعدون نسبة لاسم راجل صالح اسمه سعدون، باب العسل نسبة لعائلة غنية ثرية كانت تسكن بحذاه. وراه البيبان حكايات معطرة وديما باقية في البال. وما ننساوش يا الأولاد جامع الزيتونة المعمور، إحدى منارات تونس الخضراء. أيا شقولكم تقعدوا بحذانا وكل مرة نهزكم لبلاصة تعملوا دورة؟ مرة سوق الشواشين وين نلقاو شاشية حمرة مقدية، سوق العطارين المشهور بريحة الورد والياسمين، سوق البلاغجية باش نشري لكم كل واحد بلغة مصنوعة من الجلد مطرزة مطبوعة. صح عليكم بابا عزيزي، عندكم برشا أسواق مش كيما المجازان اللي بحذا دارنا. أيا سي حميداتو، النهار راح وانتي لتوا ما قضيتليش قضية الفطور. الله يبارك يا دوجة، هاني خارج تو.